السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. كتير مننا بيشتكي إن حياته صعبة والفلوس على القد، لكن السؤال، حد مننا فكر إنه يتصدق بنية ساعة الرزق؟ طيب إيه علاقة الصدقة بساعة الرزق؟ أنا محتاج كل قرش معايا، فأروح بقى مطلع كده منهم ولا أحوش؟ هنعرف إيه العلاقة مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك، رب يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. هل فعلا في علاقه؟ ربنا يكرمك ويسترك يا شيخ. لك بمثل. طيب هل في علاقه فعلا؟ ايوه في. طب بتسالني يعني؟ اه طبعا، ده في علاقه اساسيه ومهمه جدا. ده انا يعني الحقيقه متعلمين من ماما ومن بابا الله يرحمهم. انا عايز اسمعك بقى. الله يرحمهم يا رب. كل ما بس الواحد كده يفكر ان الدنيا زنقت معاه او الرزق قل او عايزه فلوس او عايزه فلوس عشان اعمل حاجه او محتاجه حاجه، على طول نروح مطلعين صدقه. دي ما فيهاش كلام. سبحان الله، ربنا بقى بيبارك وبتلاقي الرزق اتفتح والحاجه اتقضت وسبحان الله. يعني بس يعني النقطه ان الناس اللي بيقولوا ان الصدقه بتقلل من الفلوس، الصدقه بتزود فلوس وبتفتح لنا سكك رزق ما كانتش موجوده اصلا ولا على بالنا، سبحان الله. وبرضو احنا محتاجين الساده المشاهدين برضو كذلك الامر، طبعا على في البث المباشر يحاولوا يكتبوا يعني كل واحد تجربته مع الصدقه في زياده الرزق. هو خلينا بس نقول يعني بعد حمد الله وصلي اللهم وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا اللهم أمين. دايما يقولوا كده من ذاق عرف. من ذاق إيه؟ عرف. اللي جرب ففاهم، فبيقول الحمد لله أنا عملت ربنا، وربنا تبارك وتعالى مع المعاملة دايما ما خزلنيش. كل ما تصدق بجنيه بيديني قدامها 10 جنيه، أو بيديني أكتر أو أقل، أو بيبارك لي حتى في الموجود. فالحمد لله كتير من الناس عارفة الكلام ده، لأنها ما بتعامل ربنا فبتعامل الله عز وجل باليقين. وإحنا دايما نؤكد على المعنى ده، ما تعاملش ربك سبحانه وتبارك وتعالى على سبيل التجربة، اللي هو أنا أجرب نفع أهلا وسهلا، ما نفعش أهو يعني خلاص أهو مرة فاتت وخلاص. لا، عامل ربك باليقين، هعمل النهاردة وبكرة وبعده، لأن ربنا أمرني بالصدقة سبحانه، أو حثني على الصدقة وحثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة. هي الصدقة دي بتزود الرزق؟ آه يا سيدي، ده بتزود الرزق والله. الزيادة زيادة يعني زيادة حقيقية، يعني أنا دفعت 100 جنيه ممكن يجي لي 1000 جنيه أو 1,000,000 جنيه وأكتر كمان، أو زيادة بمعنى الزيادة بمعنى النماء اللي هي أو البركة. البركة اللي هو ربنا يبارك لك. هو هيبارك لي في إيه؟ يا أخي يدفع عنك شرا، بمعنى إن الإنسان ممكن يكون في اليوم ده بالمعروف اللي أنت عملته ده ربنا سد عنك باب شر. باب الشر ده كنت هتلاقي بقى في عند دكتور عمال تصرف كشف وتجيب أدوية بقد كده، ولا قدر الله حصل قد كده. فالله عز وجل عمل ايه بقى هنا؟ ربنا دفع عنك شرا. او الصدقه دي بتبقى من باب البركه، رفع الله عنك بلاء. ممكن يكون انت عندك حاجه فربنا يرفعها، او بسبب الصدقه يخفف الله رب العالمين عنك. طيب هو ده موجود في القران يا مولانا انه ربنا بيزود؟ اه طبعا، ده الزياده كمان حقيقيه. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ده ربنا اللي قال لنا يمحق الله الربا ويربي، يعني يزود الصدقات كما قال الله رب العالمين. ده في الحديث أنفق عليك، يعني ما تخافش، ده هو في السماء رزقكم وما إيه وما توعدون. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده، إن ربنا يقول أنفق عليك، أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. اوعى تخاف الفقر ابدا. يقول لك انا هم يبص للعشرة جنيه ويبص للفقير المعدوم، يقول لك ما انا معدوم زيه. طيب ما تحاول ربنا يكرمك، طلع كده ومش بالتجربه تاني، عامل ربك سبحانه وتبارك وتعالى باليقين. والناس بقى اللي معاهم فلوس اكتر او يقدر، مش شرط بس صدقه بالمال، ممكن صدقه بالجهد، ممكن صدقه بالعلم وبالتعلم، ممكن صدقه بانسان بيساعد ويقضي حاجات الاخرين. كل دي من باب ومن انواع الايه؟ من انواع الصدقات. وبعدين واحنا بقى في مناسبه بقى ايام الاسراء والمعراج، يعني في سنن ابن ماجه
ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما اسري به صلى الله عليه واله وسلم لقى كده مكتوب على باب الجنه ان الصدقه بعشر امثالها لكن القرض ب18. فقال له ايه ده؟ اشمعنى القرض اعلى من الصدقه؟ طبعا الصدقه بعشر امثالها. ليه يا جبريل يعني؟ فقال له اصل اللي بيتصدق ده او اللي بيسال وعنده مال. هو انا مش معدوم قوي يعني. ده انا بسال ومع ذلك عندي ايه؟ عندي فلوس، ممكن يكون عندي 2 جنيه 10 جنيه، عندي اكتر عندي اقل، عندي اللي يعشيني النهارده، بس انا بطلب للزياده يعني. فلكن المقترض ده يقترض لحاجه، هو فعلا في حاجه ضروريه جدا خاصة. وكمان انت عارف المثل الصيني كان يقول لك ايه؟ يقول ما تدينيش سمكة بس علمني كيف اصطاد. ما تدينيش صدقة وتقول لي خلاص وتسيبه، لكن اديله فلوس وقول له افتح مشروع واقترض. يعني بيقترض اللي هو القرض الحسن، اللي هو خدت 10 رد 10، فهو بيقترض فعشان يفتح مشروع وربنا يبارك له، فيقول لك الحمد لله انت اديتني دلوقتي علمتني كيف اصطاد، فاديتني السنارة والبتاع وقلت لي يلا توكل على الله وربك الكريم هيكرمك ان شاء الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه يبقى اذا الصدقه دي هي تبارك، ربنا بيبارك، ربنا بيبارك وممكن يزود كمان، طبعا بيزود كمان. عارفه سيدنا علي بن ابي طالب في يوم تصدق بصدقه كان معاه عنده كده تفاحه، فجه الفقير واخذ الايه؟ واخذ التفاحه يعني. فخلاص قاعدين هو والسيده فاطمه شويه كده ولقى الباب، فواحد بقى سلمان داخل بقى وايه والنبي باعت لك دول كام؟ دول 9 تفاحات. قال له لا 9 تفاحات ايه، في ناقص واحده، من جاء بالحسنه فله عشر ايه امثالها. فهو فعلا قال له لا، هي كانت فعلا كان هي 10 فعلا يعني، واخده بالك؟ فدول بيعاملوا ربنا عارفه اللي هو لا ده هم 10 مش 9، ده يقين، ده هو ده اليقين اللي احنا بنتكلم عليه. وفي الحديث ان من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي قصه جميله جدا، ان راجل قاعد في فلاه في صحراء كده، فسمع بيبص لقى سحابه، وسمع صوت في السحاب، صوت حد بيتكلم كده، يا سحابه كده روحي اسقي ارض فلان. خلاص فبيقول فالسحابه كده تنحى السحاب، يعني بدا يتحرك السحاب، سمع الكلام فبيتحرك السحاب. راجل بيقول انا قاعد عمال سامع كل ده، فبيتحرك السحاب لغايه لما راح عند كده ارض سوداء كانها احرقت يعني من النار، وبعدين راحت ايه منزله المطر، بس هو قالت ارض فلان يعني في اسم واحد اتذكر دلوقتي في السماء، فاتحطت الميه. وهم لما حط كده فعارفه اللي هي اماكن السيول بتاع الماء اللي هي بيسيل منها الماء يعني، فبيقول راح عند مكان كده شرجه يعني فتحه كده اللي هي، فالماء كله اتجمع في الحته دي، وبيقول فانا بقى قلت همشي اشوف ايه القصه دي، فمشي وراها فلقى راجل معاه فاس كده وعمال يجيب الميه وينزعها على الايه؟ على الارض بتاعته. فقال له ايه قصه البتاع ده، انت مين؟ قال له انا اسمي فلان. قال سبحان الله اللي هو لسه يعني ذاكر. قال له انت بتسالني على اسمي ليه؟ قال له والله بص اصل في حاجه غريبه حصلت يعني، السماء والسحاب والذكر وسقي ارض فلان وبتاع، هو انت في ايه؟ ايه يعني الحكايه؟ ايه الحكايه؟ فقال له خلاص ادام انت بقى الموضوع كده يعني اتكشف يعني وتعرف يعني، فانا والله انا اعامل ربي بالطريقه دي. يجي المحصول فبقسمه ثلاثه، ثلاثة للفقراء والمساكين، التلت للفقراء والمساكين، والتلت ليا ولعيالي، والتلت أرده إلى الأرض مرة إيه ثانية. هو عامل ربنا بإيه؟ ما قالش التلت كتير. هو عامل ربنا باليقين، فعرف حق الله في المال الذي عنده، عارف الحقوق إيه، فبدأ يتصرف كما أمره الله رب العالمين. اللي هو فيه صدقة للفقراء، فيه زكاة، في عندك حقوق خاصة بالأولاد وبالزوجة وبيك و وفي حقوق خاصة بالأرض، فبدأ يشوف الحقوق دي وعامل ربنا سبحانه تبارك وتعالى باليقين، فعامله ربنا تبارك وتعالى بالفضل والبركة. سبحان الله. طيب معنا تليفون هدى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك يا دعاء. أهلا يا حبيبتي اتفضلي. بس ممكن أسأل شيخ أحمد، يعني عايزة أعرف الأوقات اللي مكروه الصلاة فيها، يعني أنا أعرف إن في أوقات في كراهة في الصلاة ما يتصلى في الاوقات دي يعني. يعني وايه سبب، يعني ايه سبب ان ممكن يبقى في اوقات فيها كراهه يعني، فاستغنى نعرفها وعايز اعرف بس لو ايه سبب الكراهه. وعندي سؤال تاني ممكن اسال. اتفضلي اتفضلي. يوم الجمعه لو صلينا صلاه الجمعه في المسجد، فايه ساعتها موقف سنه الظهر في اليوم ده، الـ8 ركعات بتوع سنه الظهر؟ السنه البعديه ولا القبليه؟
بتسألي على سنة الظهر لو انت صليتي صلاة الجمعة في المسجد. لو صليته لو صليته بالظبط، لو صليته في تمام. المسجد. تمام ماشي يا حبيبتي. شكرا جزيلا. اول حاجه الاوقات الكراهه 3 اجمالا 5 تفصيلا زي ما يقولوا العلماء عليهم رحمه الله. اول حاجه استاذه دعاء خلينا ناخدها اجمالا. اجمالا يعني ايه؟ يعني هنقول كده الاوقات يا جماعه اللي بيكره فيها وقت الصلاه. اول حاجه عند طلوع الشمس. تمام. اللي هو عند طلوع الشمس الشروق، بدايه الشروق. الشروق الساعه كام؟ احسب حوالي 20 دقيقه، تلت ساعة دي من بعد طلوع الشمس من وقت الشروق ده يكره للإنسان إن هو يصلي فيه. تمام؟ طلوع الشمس. الحاجة التانية وقت عندما تسجر النار، ده وقت بقى السبب لأنها تسجر النار، ده إمتى دي؟ قبل الظهر حوالي بتلت ساعة. يعني إيه؟ يعني شوف أنا بما أجي أصلي الضحى بصلي من إمتى؟ بعد طلوع الشمس بتلت ساعة. ونهايتها إمتى؟ مش لغاية الظهر، ما بخبطش في الظهر. قبل الظهر بتلت ساعة. قبل الظهر بتلت ساعة. التلت ساعة دي فيها ايه؟ ده كراهة. اسمه وقت كراهة. ده وقت ايه؟ كراهة. وقت الكراهة في كل الأيام ما عدا يوم الجمعة. كل الأيام ما عدا يوم الجمعة. طب ليه يا رسول الله الوقت ده؟ قال عشان ده بتسجر فيه جهنم والعياذ بالله، يعني بتحمى فيه جهنم والعياذ بالله. والوقت التالت؟ الوقت التالت ده خلي بالك التلات أوقات دول فيهم تفصيلات اللي هو بس أنا بقولها إجمالا يعني. الوقت الثالث اللي هو عند غروب غروب الشمس اللي هو بعد الاصفرار، اما اجي ابص كده في الجو كده فلاقي اصفرار قبل اصفرار المغرب الشمس على طول يعني. اللي هو تقريبا قبل المغرب يا استاذ دعاء، ويختلف من وقت لوقت يعني من فصل لفصل. أيوه. من فصل الربيع للخريف للشتاء للصيف بيبقى الوقت يختلف بين ساعه الا ربع لغايه تقريبا مثلا 25 دقيقه، من 25 لساعه الا ربع يعني. بيتراوح في الوقت ده. على اي حال اللي هو النص ساعه اللي قبل المغرب ده برضو كذلك الامر، لان في ناس بتسجد سواء عند طلوع الشمس للشمس كده او ناس تسجد عند الغروب. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الا اذا كانت الصلاه لها سبب. يعني في ناس فاهمه غلط الصلاة. لا ده في ناس فاهمه غلط، ما صليتش العصر ده فرض يا حبيبي، ده فرض لازم تصليه. لازم تصليه. واحد يقول لي ايه؟ يقول لي بس منهى عنه. منهى عنه ايه؟ انت رايح في داهيه، صلي دي. دي حاجه ثانيه. صلي دلوقتي طبعا الا الفروض. طيب وهي او وقت تاني ذات سبب اللي هو مثلا لو داخل صلاه داخل المسجد يا استاذه فعندي هصلي سنه تحيه المسجد. فده سبب ايضا. الحاجه التانية اللي هو سنه الظهر، لا ادام صليت جمعه فبقى اسمها جمعه. لو صليتها في المسجد جمعه خلاص فاسمها جمعه. تمام. طب الجمعه ليها قد ايه بقى كده؟ في 2 او 4 او 6 حسب الروايات المختلفه. يعني بعد الجمعه. بعد الجمعه. لان دي بقى اسمها جمعه. مش ضوء. مفيش قبل بقى. طيب الصدقه بقى في نهايه فقرتنا. احنا ما بداناش. بدانا وخلصنا. الصدقه بقى بتزود الرزق. خلاص يبقى اذا هو ده الزيادة. اللي احنا بنقوله في حلقتنا النهارده. الزياده حقيقيه او اللي هي مجازيه. يعني ايه من باب البركه؟ البركه اللي هو ايه؟ اما يدفع عنك بلاء او يرفع عنك او يخفف عنك. طب هو ده مجربه؟ هي مجربه، بس انا بقول لك بالله ما تعملش ربك بالتجربه. طب. وانما عامل ربك بيقين. جت ما جتش مالكش دعوه. بس انت بتعمل ايه؟ عارف الراجل لما قال اعطني من مال الله الذي عندك، واحد رايح حاله فكان اداها فلوس كتيره جدا، فاللي حواليه بيقولوا ده بيكفيها درهم درهمين ثلاثه، لكن كل الفلوس دي؟ قال هو بيعامل نفسه هو ويعامل ربه بيقين. قال ان كانت لا تعرفني فانا اعرف قدر نفسي. فانا اعرف ايه؟ اعرف قدر نفسي. طيب ربنا يتقبل من الجميع. والصدقه يعني بجد هي جميله جدا، وان المال عمره ما بيقل من الصدقه بل بيزيد. هو احنا مش عندنا الحديث في الترمذي ان الانسان لو تصدق حتى لو بيعني ما يعادل شق تمره، شوفي بقى ولا حاجه يعني ولا حاجه ايه بقى؟ فان الله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبه، يربيها بيبارك فيها. كما يربي احدكم فلوه. ايه الفلوه؟ عارفه المهر الصغير ده؟ المهر ده بيبقى من انفس اموال العرب، اللي هو انت عارفه الخيول دي، والانسان يبدا يربي المهر كده ويبدا يملس عليه ويحميه وبتاع ويجيب له الاكل لغايه لما يبدا يكبر. فالصدقه دي بقى ايه كده؟ زي ما انت بتكبر المهر ده هي بتكبر، ربك بقى بيكبرها لك. طب لغايه امتى؟ يعني كبرها لغايه ايه؟ يوم القيامه. لا ده كمان ده ربنا لما حدد الوزن او الزياده دي حددها بحاجه محسوسه. أيوة. ايه المحسوس؟ احنا رحنا، شو انت رحت المدينه شفت جبل احد، ما
ربنا يرزقنا يا رب العودة يا رب. فيقول حتى يراها صاحبها كجبل أحد. وهي حاجة بسيطة هي أصلا في البداية الحسنات بقت قد جبل أحد كده. كجبل إيه؟ كجبل أحد ربنا. أو في رواية أعظم من الجبل. أعظم كمان تخيل بس يعني كفاية جبل أحد. ربنا يقدرنا على الصدقة ونطلعها بحب وبيقين ويتقبلها منا ربنا إن شاء الله. و يعني نشوف بقى ان شاء الله في الدنيا وفي يوم القيامه بركه الصدقه دي باذن الله تعالى باذن الله. والسخي قريب من الله قريب من الجنه قريب من الناس، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنه قريب من النار، اللهم والعياذ بالله بعيد من الناس. اللهم عافينا. بشكرك الشيخ احمد في نهايه فقرتنا ربنا يكرمك. جزاك الله خير. ومشاهدينا اشوفكم بعد الفاصل. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، ومكملين الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج مع ضيفنا الداعية الإسلامي دكتور صالح الشواف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. ربنا يحفظك ويحفظ السادة المشاهدين يا رب العالمين. آمين يا رب. ربنا يكرمك يا رب. آمين يا رب. احنا طبعا اتكلمنا في الحلقة بتاعتنا اللي كنا فيها مع بعض قبل كده عن بداية رحلة الإسراء والمعراج، يعني التمهيد بتاعها انه ازاي ده كان عامل حزن وحصل فيه كذا حدث أثر على نفسية النبي صلى الله عليه وسلم لحد رحلة الطائف، وبعدها دخل بقى المدينة ودخل بيته وكان حزين. قلنا وفاة عمه أبو طالب، وبعدين وفاة زوجته خديجة، وبعدين رحلة الإسراء والمعراج، وبعدين منعوه من دخول مكة. بعدين رحلة الطائف أصلا. رحلة الطائف. رحلة الطائف. وبعدين منعوه من دخول مكة. فدخل في جوار المطعم بن عدي. كل الابتلاءات دي، فتيجي رحلة الإسراء والمعراج بقى تخفف من هذه الآلام على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يدخل النبي داره في هذه الليلة وينام على سريره لينفرج سقف بيته عليه الصلاة والسلام، وينزل جبريل ومعه ملكان. دي بقى بداية رحلة الإسراء والمعراج. فيشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويستخرج قلبه ويغسلاه في طست من ذهب بماء زمزم. الله. ويستخرج منه كل حظوظ النفس وكل الأحزان وكل الآلام التي اعتصرت قلب المصطفى، ويملأان القلب حكمة. ودي تاني مرة يشق صدر سيدنا النبي، وصدر النبي يشق مرتين، المرة الأولى عند حليمة السعدية وهو ابن 5 أو 6 سنين، ودي المرة الثانية في الإسراء والمعراج شق صدره. ليه شق الصدر هنا ويؤهل القلب بهذه العملية الإلهية التي قام بها جبريل أمين وحي السماء إلى الأرض؟ الغرض من العملية الجراحية الإلهية دي يا أستاذ دعاء أن أنت يا محمد طالع لمكان تاني خالص، وستكون في ملكوت آخر لا يليق أن يكون في قلبك شيء من الحزن أو الهم أو ما اعتراك من ألم نفسي من هذه الابتلاءات التي مررت بها، وأنت الآن مقبل إلى حضرة رب العالمين سبحانه وتعالى، وسنأتي إلى هذا. فكانت حادثة شق الصدر، غسل القلب في طست من ذهب بماء زمزم وملأه حكمة، ثم لأماه وأعاده إلى مكانه، ثم بدأت رحلة الإسراء والمعراج. أركب جبريل رسول الله على دابة البراق، وهو دابة أكبر من الحمار ودون البغل، تضع حافرها عند نهاية بصرها مسرعة جدا، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. بس بتطير. نعم، وصل إلى المسجد الأقصى، وهناك صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الأقصى، ثم صلى. وكانت الصلاة، كان في صلاة قبل ما تفرض الصلاة، كانت عبارة عن ركعتين الصبح وركعتين آخر النهار، وكانت الصلاة موجودة عند كل الأنبياء والرسل اللي قبل سيدنا النبي، لكن فرضت بقى، هنعرف دلوقتي، فرضت في المعراج بالشكل اللي احنا عليه دلوقتي. فصلى سيدنا النبي في المسجد الأقصى، نسأل الله جل وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى وسائر مساجد المسلمين يا رب العالمين ومقدسات المسلمين. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. أول ما سيدنا جبريل استفتح للسماء الأولى، فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث؟ قال نعم. ففتحت السماء ليدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الأولى، فيرحب به أبونا آدم، يزيد صلى الله عليه وسلم أبانا آدم في السماء الأولى، وعن يمينه أرواح أهل الخير، وعن شماله أرواح أهل الشر، فيسلم على أبينا آدم ليرد عليه أبونا آدم قائلا مرحبا بالابن الصالح
والنبي الصالح، ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع أبونا آدم، ثم يصعد إلى السماء، إلى السماء الثانية، فيقابل سيدنا عيسى بن مريم ويتكلم معه ويسلم على سيدنا عيسى بن مريم، ليقول له سيدنا عيسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم يصعد إلى السماء الثالثة فيجد سيدنا يوسف وقد أوتي شطر الجمال، فيسلم عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويرحب به يوسف قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم يصعد إلى السماء الرابعة، وكل هذا وجبريل يحفه والملائكة ترحب به، فيصعد إلى السماء الرابعة ليجد نبي الله إدريس، فيسلم عليه ويرحب به إدريس ويقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وقد قال الله جل وعلا عن إدريس ورفعناه مكانا عليا. ثم يصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة ليجد هارون ابن عمران، فيسلم عليه ويتكلم معه ويرحب هارون به. ثم يصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة ليجد موسى ابن عمران رسول الله وكليمه، ليتكلم المصطفى مع نبي الله موسى وكليمه، ويرحب به الكليم موسى قائلا مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. ثم يواصل المصطفى هذه الرحلة النورانية، هذه الرحلة المباركة، هذه المعجزة الخالدة، ويصعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. رحلة جميلة. الله أكبر. وهنالك أستاذ دعاء في السماء السابعة يقابل رسول الله أبا الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن، ليسلم عليه أبونا إبراهيم قائلا مرحبا بالابن الصالح، لأن سيدنا النبي من ذرية سيدنا إبراهيم. وما بعث الله نبيا من بعد إبراهيم إلا من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فسيدنا إبراهيم يقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، سلم لي على أمتك، وعليك السلام يا خليل الرحمن، وعليك السلام يا نبي الله يا إبراهيم. يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ويجد المصطفى في هذه السماء، في السماء السابعة، يجد أبانا إبراهيم وقد أسند ظهره إلى بيت هو البيت المعمور. فما البيت المعمور؟ البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة فوق الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى قيام الساعة. عجيب، عجيب خلق الله عز وجل، عجيب ملك ربنا، إن هم بيطوفوا فوق الكعبة، يطوفون فوق الكعبة ويسبحون الله ويعبدون الله. كل يوم يدخل 70,000 ملك يدخلون إلى هذا البيت ولا يخرجون. وسيدنا النبي لقى بقى في السماء السابعة، لقى مع سيدنا إبراهيم، لقى أرواح الأطفال اللي ماتوا صغيرين مع سيدنا إبراهيم. كان سيدنا إبراهيم اتأخر في الإنجاب، وجاله سيدنا إسماعيل وهو كبير في السن وكان متعلق بالأطفال، فأرواح الأطفال اللي ماتوا صغيرين مع سيدنا إبراهيم في الجنة في السماء السابعة. ثم واصل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة النورانية المباركة، ووصل صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ سدرة المنتهى. ولما وصل إلى سدرة المنتهى، هنا في هذا المشهد رأى رسول الله جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، له 600 جناح ما بين الجناح والجناح كما بين السماء والأرض. مرعب. يعني واحد لما يتخيل هذا خلق الله سبحان الله، هذا خلق الله سبحانه وجل وتعالى. الإنسان هو أضعف شيء في هذه المعادلة والله. يعني سبحان الله، الإنسان هو فاكر نفسه إن هو كل حاجة وهو في وسط المخلوقات ولا حاجة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله. يعني إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ويواصل المصطفى وقد رأى جبريل على صورته الحقيقية، وكل هذا تهيئة لنبينا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم لما هو مقبل عليه الآن. إن المصطفى الآن قد وصل إلى مكان ما وصل إليه غيره، فجبريل تأخر والمصطفى تقدم. وقد ذكر وإن كان فيها ضعف أن جبريل قال يا محمد تقدم، فإنك لو تقدمت لأشرقت، وأنا لو تقدمت لاحترقت. سبحان الله. هنا مكان لا ينبغي لجبريل أن يجاوزه، ولكن المصطفى بلغ إلى مكانة ما بلغها أحد، ليصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى.
وهنالك عند سدرة المنتهى يكلم المصطفى رب العالمين، ويكلم المصطفى خالق السماوات والأراضين سبحانه وجل وتعالى. وقد اختلف العلماء هل رأى المصطفى ربه في هذه الليلة أم ما رأى، يعني النبي شاف ربنا في رحلة المعراج ولا ما شافش ربنا؟ الصحابة نفسهم اختلفوا، بعض الصحابة قالوا رأى الله وبعضهم قال ما رأى. الله أعلم. الله أعلم، لكن لا شك إن إحنا في الجنة هنشوف ربنا إن شاء الله يا رب. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأعظم نعيم ومتعة في الجنة وأعظم لذة هيوصلها أهل الجنة إنهم يشوفوا ربنا في الجنة إن شاء الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الله، وأنا لا أستطيع تخيل هذه المعاني الإلهية وهذه المعاني الروحانية العظيمة، ورسول الله يتكلم مع رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. فيا الله ما أعظم هذا المشهد، ويا الله ما أجمل هذا المشهد، ويا الله ما أجل هذا الموقف، لكأني بهذا الموقف كفيل أن يخفف كل الآلام طبعاً والأحزان عن قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأي حزن يذكر وهو في حضرة الرب العلي، وأي ألم يمكن أن يؤثر في قلبه وهو في حضرة رب العالمين وخالق السماوات والأراضين. فليفعل البشر ما شاءوا وليفعل البشر ما أرادوا، فمحمد الآن في حضرة ربه سبحانه وجل وتعالى. قال الله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. يا الله يا الله على هذا الجمال وهذه الروحانيات العظيمة في هذه الرحلة المباركة التي كان الغرض منها كما قال ربنا في القرآن لنريه من آياتنا الكبرى. الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا يا رب هذه الرحلة العظيمة وهذه الرحلة المباركة؟ لنريه من آياتنا الكبرى. الله أحلى رحلة عظيم يا أستاذ دعاء ما حدث رحلة. فيها وبعدين يرى سيدنا المصطفى في هذه الرحلة يرى مالك خازن النار، ويرى رضوان خازن الجنة، ويرى نعيم أهل الجنة، ويرى عذاب أهل النار، ويعرض تعرض عليه كل هذه الأشياء وهو في هذا الحرم العظيم وفي هذه النورانيات العظيمة. ثم يفرض عليه ربنا الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليلة. تخيل بقى لو كان لسه مفروض علينا 50 صلاة. ده احنا 5 صلوات ومقصرين. كنا عملنا ايه واحنا الخمسة؟ هو ده اللي حصل يا استاذة دعاء. سبحان الله. هو ده اللي حصل بالظبط من سيدنا موسى. سيدنا النبي اتفرض عليه 50 صلاة ونزل من السماء 7، وبعدين السماء 6 قابل سيدنا موسى بقى في السماء 6. اتكلم معاه. فعرف ان الله فرض عليه 50 صلاة. فسيدنا موسى مجرب قبل منه. يعني سيدنا موسى البحر اتشق لهم وعدوا البحر، واول ما عدوا البحر قالوا له احنا عاوزين نعبد العجل. فانت حضرتك متخيله يعني مر بكثير مع قومه. فقال يا محمد ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا تطيق، امتك مش هتقدر تصلي 50 صلاة في اليوم والليله. فكان سيدنا النبي يقول له انت عرفت منين؟ فسيدنا موسى قال له لقد لقيت من قومي ما لقيت، انا مجرب قبل منك مش هيعملوها. يعني ما بالونا لو كانت 50، يعني 5 ونحن مقصرون، فما بالونا لو كانت 50. الرحمه. رجع سيدنا النبي لربنا وطلب منه التخفيف فخففت إلى 40، فنزل إلى موسى فقال ارجع فاسأله التخفيف فخففت إلى 30، فرجع إلى موسى قال ارجع فاسأله التخفيف فخففت إلى 20 ثم إلى 10، ثم نزل إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق، فخففت إلى 5 صلوات، فرجع إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال يا أخي يا موسى قد استحييت، أنا مش هقدر أرجع تاني خلاص. قال قد استحييت، فنادى المنادي أن أتممت فريضتي 50 في العمل و50 في الأجر. الله جميلة جدا. العمل. احنا بنصلي 5 مرات لكن أجرنا كأننا أجر صلينا 50. أجر 50. 50 في العمل و50 في الأجر. وبعدين ينزل المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقدم إليه جبريل
كأسا من خمر وكأسا من لبن، فيختار النبي اللبن فيقال هديت الفطرة يا محمد، هديت الفطرة يا محمد. ثم ينزل المصطفى بعد هذه الرحلة المباركة إلى المسجد الأقصى، وهنا في المسجد الأقصى يجد أن جميع الأنبياء قد نزلوا أيضا ليكونوا في حضرته ومعه احتفالا واحتفاء به وتكريما وتشريفا له، واحتفاء بهذه الفريضة التي فرضت ليتقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصلي بالأنبياء جميعا في هذا الحرم العظيم وفي هذا المشهد الجليل. وما أصدق ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي في نهج البردة حين صور هذا المشهد العظيم قائلا: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالنجم بالعلم، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أكرم بمثلك من هاد ومؤتمم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. رحلة جميلة جدا وكلام جميل عن رحلة الإسراء والمعراج، ربنا يكرمك. الله يكرمك يا أستاذ دعاء، ربنا يحفظك. مكملين إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله نكمل إن شاء الله تعالى الرحلة. وحصل إيه بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده إن شاء الله؟ هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين. أنا عايش في هالي هدفي واضح ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا. وإحنا قبل بقى ما ندخل في فقرة الخير برعاية مؤسسة سقيا الماء، قبل ما ننزل التقارير نختم قصة الإسراء والمعراج. رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس لمكة، قال لهم ده أنا رحت الليلة دي، رحت البيت المقدس وبعدين طلعت سبع سماوات. فقالوا: كيف هذا؟ نقطعوا أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إياب، نروح في الشهر ونرجع في الشهر، وبتقول ان حضرتك رحت كده في ليله؟ فما صدقوش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال لهم: طيب كان في قافله معديه عليا وكان في كده، وقعد يوصف لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: طيب احنا عارفين انت ما رحتش فلسطين قبل كده، لو انت رحت بجد زي ما بتقول اوصف لنا بيت المقدس، المسجد الاقصى كان شكله عامل ازاي؟ فطبعا سيدنا النبي في حضره الانبياء ما كانش يعني مقام عظيم اكبر من سيدنا النبي يبص على عمود او تفاصيل. فقيل ان جبريل احضر بيت المقدس الى رسول الله امامه فاخذ يصفه كانه يراه، فوصف لهم بيت المقدس وصف العين، وللاسف برده ما صدقوش. فقال لهم: طب اعمل لكم ايه وتصدقوا؟ قالوا له: شايف القمر ده؟ قال: نعم. قالوا: شو ان القمر ده نصين. فاشار النبي الى القمر فانشق القمر نصفين، وذاك قول الله: اقتربت الساعه وانشق القمر، وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وللاسف برضو ما صدقوش. اللي صدق سيدنا النبي ابو بكر الصديق طبعا. قالوا له: صاحبك بيقول ان راح بيت المقدس وطلع السماوات السبع. قال لهم: ان كان قال فقد صدق، فسمي من يومها أبو بكر الصديق. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به، فالذي جاء بالصدق رسول الله، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. وكانت هذه الرحلة غلقا لباب الآلام على قلب المصطفى في هذا عليه الصلاة والسلام. رحلة جميلة جدا. احنا دلوقتي نشوف بقى بعد الكلام الجميل والقصة الجميلة اللي سمعناها، وكل سنة طبعا حضرتك طيب، وكل سنة وكل مشاهدينا طيبين. نشوف أول تقرير خير وإنجاز من إنجازات تقارير مؤسسة
ورجل كان له فضل ماء فمنعه من ابن السبيل. كان يقدر يكون سبب ان انسان يشرب ميه هو نفسه فيها وهو ما عملش ده. ورجل كان له فضل ماء فمنعه من ابن السبيل. النهارده احنا هنا في مطروح وفي عمق 20 كيلو جوه الصحراء مع هذه المؤسسه المباركه، مؤسسه سقيا الماء، في انجاز جديد لم تسبق اليه مؤسسه اخرى، وفي عمل جديد من نوعه من اعمال حفر الابار في محافظه مرسى مطروح. ان احنا النهارده مش قدام بير بيخدم بيت او بيتين او 10 بيوت، او احنا دلوقتي قدام بير روماني بيخدم الاف الناس، لان ده عباره عن مخزن للميه بيخزن كميه كبيره جدا، تقريبا 2500 متر، فبيخزن كميه كبيره جدا من الميه بتخدم عدد كبير جدا من الناس. فاحنا النهارده قدام عمل عظيم جدا وعمل كبير جدا، مؤسسه سقيا الماء قامت بترميم هذا البئر واعاده تاهيله ليخدم كل هؤلاء الذين يحيطون بهذا البئر في هذه الصحراء المتراميه، ليخدم البدو الذين هنا وكذلك القرى القريبه من البير اللي بيجم يملوا ميه من البير من تحت ياخدوها في الابار اللي عندهم، اللي هي ابار صغيره ربما بتخلص في وقت قليل جدا. فعمل عظيم جدا وانجاز جديد من انجازات هذه المؤسسه المباركه بفضل الله رب العالمين، ثم بفضلكم يا اهل الخير ويا اهل الفضل ويا شركاء النجاح. نحن مستمرون هنا بفضل الله ثم بدعمكم، بفضل الله ثم بمشاركاتكم، بفضل الله ثم بمساهماتكم. والله رب العالمين أسأل أن يستخدمنا في خدمة الخلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما في الحديث الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول سيدنا النبي: من يسر على معسر كربة من كرب الدنيا يسر الله عنه كربة. بس مش من كرب الدنيا بقى كمان، ده من كرب يوم القيامة. وما أدراكم ما يوم القيامة؟ يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم الواقعة، يوم التناد، يوم الحسرة والندامة. الشمس تدنو من الرؤوس والحر شديد، وفي هذا الموقف المهيب هناك مجموعة من الناس يستظلون في ظل صدقاتهم، في ظل صدقاتهم، أولئك الذين كانوا يبذلون لله ويقدمون من أموالهم لله ويضحون لله عز وجل. اللي بيشارك معانا النهاردة في حفر مثل في ترميم وإعادة تأهيل مثل هذا البئر، كم من الأجر سيحصل؟ كم من الحسنات سيجني؟ عداد حسنات لا يتوقف، عداد حسنات لا يتوقف. نكتب ما قدموا وآثارهم. هذا هو الأثر الذي سيبقى للإنسان مدى الدنيا ثم في قبره، عداد حسنات لا يتوقف. ولو حضراتكم بصيتوا معايا على مساحة هذا البئر وشكل البئر، احنا محتاجين يعني السلم طويل جدا طبعا، مساحة كبيرة قوي. يعني حضراتكم لما تنزلوا ان شاء الله ننزل تحت كده ونوري لحضراتكم شكل البئر من تحت، مساحة مهولة جدا تحت. ربنا يا رب يستخدمنا ويجعلنا رسل رحمة ويديمنا في الخير خداما ولعباد الله أعوانا. وأسأل الله جل وتعالى أن يديم على مؤسسة سقيا الماء نجاحها وتوفيقها وتميزها وريادتها في أبواب لم يسبقها أحد فيها. والله رب العالمين أسأل أن يجعلنا رسل رحمة لله. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا مع بعض التقرير وربنا يكرمكم. مؤسسة سقي الماء الأساس بتاعها طبعا هي المية. ربنا يكرمك يا سيد. كان في حد بيقول لي يا شيخ صالح هو أنتم على طول بتقدموا إنجازات إنجازات، مفيش مطالب يعني. ما شاء الله. ربنا يكرمك. فاحنا بنحب ان احنا نبين للناس الصوره الجميله، الصوره الحلوه، الصوره الايجابيه فعلا. بعد ما عملنا يعني ما بنحبش ان احنا يعني ناذي مشاعر الناس بمشاهد صعبانيات او بمشاهد بكاء او حاجات تاذيهم نفسيا. والحقيقه يعني ان الانجازات هي اللي بتدي المصداقيه، يعني
فعلا لما الواحد بيشوف انجازات كده على الشاشه بيقول يحب يحس بالمصداقيه، فيحب ان هو يبقى جزء من الانجازات دي ويدي الصدقه بتاعته او الزكاه في المكان اللي هو شايف فيه بعينيه انجازات كده. طبعا احنا بفضل الله كل اسبوع تقريبا بنعرض مع حضرتك يا استاذ وعاء تقارير لاوراق جديده لمحطات ميه جديده لوصلات جديده، الانجازات بفضل الله عز وجل المستمر. وصلت الميه 3000 جنيه، البير من 25 ل 35000 جنيه، لكنها تمثل لهؤلاء الذين يسكنون حول هذه الآبار تمثل لهم حياة كاملة. ورب العالمين سبحانه يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحنا كنا بنتكلم على رحلة الإسراء والمعراج، وإن سيدنا النبي شاف نعيم أهل الجنة، وفي باب في الجنة باب الصدقة، ده مخصص لهؤلاء الذين يتصدقون. لكل اللي بيتصل على الأرقام اللي موجودة على الشاشة وبيقول أنا عاوز أشارك بواسطة مية ب 3000 جنيه أو ببير ب 25000 جنيه، بس مش ممكن ما تعملش ده لوحدك، ممكن تشترك مع اصحابك مع قرايبك، وممكن تشارك باللي تقدر عليه، لو 500 جنيه لو 1000 جنيه اي مبلغ تقدر تساهم بيه، بس هيكون في ميزان حسناتك قدام رب العالمين سبحانه جل وتعالى. وربنا يتقبل فعلا من الكل يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ونشوف اخر تقرير في حلقتنا النهارده ونرجع كمان مره تانية نعلق عليه مشاهدينا، وتقرير صدقه جاريه اللي هي النخل وقف لله. درويش رئيس بحوث ووكيل الانتاج في المعمل المركزي لابحاث نخيل البلح. احنا هنا بنسلم نخيل بلح لمؤسسه سقيا الماء، ان شاء الله هنسلم حوالي 4000 نخله الموسم دوت فسيله يعني، سلمنا حوالي 1000. احنا بنسلم النخل مضمون الصنف وخالي من اي اصابات سواء حشريه او مرضيه اخرى. دكتور شريف حسين خليل، المعمل المركزي لأبحاث النخيل، تابع لمركز بحوث زراعية، تابع لوزارة الزراعة المصرية. احنا النهاردة في قرية سقيا الماء، تابع لمؤسسة سقيا الماء، في مشروع ازرع نخلة كصدقة جارية. ليه المؤسسة تعاقدت معنا؟ لان احنا طبعا كجهة مسؤولة ومعتمدة عن النخيل، تشمل كل التخصصات الخاصة بالنخيل في مجموعة خبراء البستنة، مجموعة خبراء في المكافحة بشقايا الأمراض والحشرات. احنا زرعنا 500 نخلة النهاردة، من كام يوم زرعنا 500، يبقى كده اللي اتزرع حتى الآن 1000، ومخطط خلال الأسابيع القادمة 4000 نخلة إن شاء الله بإذن الله. طب ليه المؤسسة اختارت نخيل صنف البرحي بالذات؟ طبعا المنطقة هنا يجود فيها صنف البرحي لأنه ذو إنتاجية عالية، ومن أصناف اللي هي ليها قبول عند المستهلك عالي. طبعا بتميز بأن السكريات بتاعتها معتدلة، إنتاجها غزير. النخلة بسم الله ما شاء الله بتنتج متوسط بنقول 250. الإنتاج كنقديا النخلة بتجيب حوالي 3000 جنيه. طبعا المبلغ كبير في حاجة بتدفعه في حاجة ذات قيمة، بتدر عليك دخل يغطي التكلفة بتاعتها وعائد الاستثمار كمستقبل إن شاء الله. بس
مؤسسة سقي الماء. فأكبر مشروع خيري للصدقة الجارية وقف النخيل اللي ريعه دخله هيصرف على كل أبواب الخير وهيوفر لكتير من أهالينا حياة كريمة. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. طبعا فكرة الوقف لله وفكرة الصدقة الجارية هي الحقيقة جميلة جدا، ومؤسسة سقي الماء عندهم أكتر من فكرة في الموضوع ده، سواء في المية زي الأبار، زي وصلات المية اللي هي توصيل مثلا مواسير المية لحد البيوت، أو عندهم طبعا النخل، عندهم دلوقتي كمان شجر الزيتون، يعني أفكار جميلة بجد للصدقة الجارية. ربنا يحفظك يا سيدة دعاء. فكرة وقف النخل قرية وقف لله اللي بيطلع منها ينفق على الفقراء والمساكين، اللي بيطلع منها بقى هو اللي يعمل وصلات المية ويحفر الأبار ويبني المدارس والمستشفيات ويساعد المرضى ويساعد الفقراء والأيتام والمساكين. ففكرة عظيمة جدا فكرة الوقف النخلة. تمن النخلة، صك النخلة، تمن صك النخلة 4000 جنيه، تمن الأرض وتمن الفسيلة وتمن مراعاة الفسيلة لغاية ما تثمر بفضل رب العالمين سبحانه. احنا بدأنا بثلاث قرى وقف لله: محافظة الوادي الجديد، محافظة مدينة وادي النطرون، محافظة البحيرة، سيوة محافظة مطروح. وإن شاء الله مكملين وعشمانين في ربنا وعشمانين في أهل الخير ومحبي الخير إن إحنا يبقى عندنا قرية وقف لله في كل محافظة في مصر. إحنا بدأنا في التقرير اللي شفناه ده في وادي النطرون محافظة البحيرة، كنا بادئين ب40 فدان، وبعدين ربنا أكرمنا وزودنا بقوا 60 فدان، وربنا أكرمنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل أهل الخير، ووصلنا النهاردة في وادي النطرون بفضل الله عز وجل ل100 فدان. عاوزين إن شاء الله تعالى ربنا يكرمنا بقى ونزرعهم ونعمرهم كلهم بفضل الله عز وجل بهذا النخل الذي يثمر وينتج ويخرج ريعه للفقراء والمساكين ليكون عداد حسنات لا ينقطع وعداد أجر لا يتوقف. الله قال: نكتب ما قدموا وآثارهم فاصنع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. يعني ربنا يقدر كل الناس على الصدقة، لأنه الصدقة يعني جميلة بجد، ولسه كنا بنقول إن هي اللي بتزود الرزق وبتجيب البركة في الرزق وفي الحياة. ربنا يحفظك يا أستاذ دعاء، وربنا يجعلنا من أهل الصدقة يا رب. آمين يا رب. وما تستقلش خير هتقدمه، لو ما تقدرش تشارك بصك نخلة كامل اتبرع باللي تقدر عليه، قول 1000 جنيه ده في صكوك النخل، ال 500 جنيه دول في صكوك النخل، وقول ده للكول سنتر اللي حضرتك هتكلمه أو للمندوب اللي هيجي لك البيت يحصل منك التبرع، بلغه بده، شارك باللي تقدر عليه، المهم إن أنت تبقى مشارك معانا في الخير العظيم ده، ويبقى ليك دور معانا في الأجر الكبير ده بفضل الله. ربنا يكرمكم ويتقبل منكم من كل حد بيحط. استخدمنا يا رب في خدمة الخلق يا رب، واجعلنا رسل رحمة لخلقه يا رب العالمين. آمين آمين يا رب. ربنا يكرمكم ويتقبل منا جميعا، وبشكر حضرتك في نهاية حلقتنا. ربنا يكرمك وعلي. وبشكركم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.